السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. شفت حضراتكم الانتفاضة العالمية الفنية بتاعة الرقاصين والممثلين العالميين تضامنا مع شعب إيران؟ شفتم قد إيه هؤلاء الفنانين والرقصات دولي حريصين كل الحرص على شعب إيران، زي ما هم حريصين على كل أطفال المنطقة، وأعلنوا عن تضامنهم مع أطفال فلسطين وأطفال سوريا وشعب مصر قبل كده. وكنا دايما في قلب ميدان التحرير سنة 2011 أيام ثورات الخراب العربي اللي اجتاحت المنطقة، كنا بنشوف وجوه أجنبية ووجوه إسرائيلية في قلب ميدان التحرير. ليه سعادتك تضامنا مع الشعب المصري وتضامنا مع الثورة المجيدة بتاعتهم، ثورة الست مجيدة؟ طبعا عناصر جماعة الإخوان والشباب أبو توكا والشباب اللي تم تدريبه برا، ونوعيات زي وائل غنيم وأسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح والمنظمات الحقوقية وعناصر جماعة الإخوان الإرهابيين كانوا مبسوطين جدا أساسا بالتضامن الدولي ده، والشعب المصري محتار في النص مش عارف إيه اللي بيحصل، ورجال أعمال بتمول بالملايين، والشباب أبو توكا اللي في قلب الخيام في قلب ميدان التحرير، والاعتداءات والجنس والإباحية والمخدرات في قلب ميدان التحرير، والشعب المصري مش عارف إيه اللي بيحصل. وطبعا بتوع ميدان التحرير كانوا مبسوطين جدا من الانتفاضة العالمية وتضامن مثل هؤلاء مع الثورة المجيدة، واكتشفنا ويا لهول ما اكتشفنا إن كل هؤلاء جزء من المخطط القذر الذي كان يتم تدبيره لتنفيذه في قلب الدولة المصرية. ثورة، فوضى، إعادة تقسيم، تدمير، تمزيق العلاقة ما بين الشعب المصري والقوات المسلحة، تمزيق العلاقة ما بين شعب مصر وما بين جهازه الأمني، اقتحام السجون، اقتحام مراكز الشرطة، إشعال الحرائق في عشرات المباني العامة. ليه حضرتك؟ ده ما كانش تضامن لا مؤاخذة، ده كان مخطط. الثورة الحقيقية هي التي تنطلق من الداخل وتظل قاصرة على شعب الداخل فقط. لو تدخل فيها جنس مخلوق من برة اعرف ان هي ثورة موجهة، ولو كانت بدأت بكر من البداية ثم اعلن عن تضامنات خارجية معاها اعرف ان الثورة اتركبت لحساب اطراف خارجية. شوفوا حضراتكم الست الرقاصة المغنية العالمية شاكيرا. الست شاكيرا اعلنت عن تضامنها بشكل قوي جدا مع نساء ايران. الست شاكيرا اللي محدش سمع صوتها اساسا اثناء اغتيال وتدمير شعوب المنطقة ما تضامنتش معاهم، إنما تضامنت مع شعب إيران، لأن التوجهات لمؤاخذة كده، الخطة كده. شفت حضراتكم بعض المشاهير وهم ماسكين المقص وبيقص الشعر بتاعهم تضامنا مع نساء إيران؟ يا راجل شمعنا دلوقتي؟ ليه لما إيران أساسا اختلفت مع الولايات المتحدة الأمريكية في الاتفاقيات النووية حصل اللي حصل؟ ليه الانتفاضة الدولية دي كلها؟ ليه انتفاضة الرقصين بالشكل ده؟ الست شاكيرا المغنية العالمية قالت قلبي مع عائلة مهسا أميني والنساء الإيرانيات، ثم أعلنت عن تضامنها مع الاحتجاجات الإيرانية، وأعلنت عن دعمها للمرأة الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، ونشرت صورة مهسا أميني على حسابها على تويتر وقالت قلبي مع عائلة مهسا والنساء وفتيات المدارس الإيرانيات وكل من يناضل من أجل حرية التعبير. متأكد؟ أنا بتضامن مع نساء إيران. يا ست الرقاصة طب راجع حساباتك، فيش تعليمات؟ وش معنى ما تضامنتش أساسا مع الشعب الفلسطيني؟ ليه ما تضامنتش مع الشعب المصري في ثورة 30 يونيو؟ ليه ما تضامنتش مع الشعب التونسي في ثورة 25 يوليو؟ ليه ما تضامنتش مع أطفال وشعب ونساء سوريا اللي عانوا الأمرين في مواجهة القوى الغربية بتاعتك؟ ليه؟ لا هو سعادتك التعليمات كده،
ما خدناش ديت في التاريخ. آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية وصف المظاهرات المناهضة للحكومة بأن هي مجموعة من أعمال الشغب، وديت أعمال شغب متفرقة من تدبير الأعداء، وقال إن أعمال الشغب المتفرقة هي تدبير أخرق من جانب العدو ضد التطورات العظيمة للشعب الإيراني. حدث ذلك في نفس التوقيت اللي فوجئنا بانتفاضة أوروبية وأممية غير عادية في مواجهة إيران تضامنا مع شعب إيران. أيوة احنا حريصين على شعب إيران يا عم الحاج، مش هم كانوا حريصين برضو على الشعب المصري سنة 2011؟ وشفناهم وشفنا قناة الجزيرة والقنوات إياها وهي فتح الخطوط وإنترنت يا عم الحاج، ساتلايت والدنيا متفل وعشرة، حبا في الشعب المصري. لما الشعب المصري عمل المظاهرات بتاعته في 30 يونيو وأعلن عن دعمه للقوات المسلحة، فوجئنا سبحان الله ما كانش في دعم. ما تدعمنا يا أبو الحاج يا حبيبي، ما أنا ثورة برضو، ما احنا هو يعني ما ست شاكيرة فين؟ لا لا مؤاخذة، دي مش ثورة تحقق أهداف القوى الغربية والاستخبارات الأجنبية، لا مؤاخذة، وبالتالي انت مالكش دعم. انت ليك اساسا ان احنا نقف ضدك ونوصف اللي انت عملته في 30 يونيو انقلاب، اتقلبت على جدر رقبتك يا راجل. ما هم سنة 2011 في قلب دولة تونس قالوا ثورة الياسمين، لما شعب تونس انتفض عن بكرة أبيه في 25 يوليو 2021 في مواجهة حكم جماعة الإخوان، قالوا انقلاب زي ما قالوا على ثورة 30 يونيو انقلاب. شفتم المعايير المزدوجة للاتحاد الأوروبي، وتغزلا في جمال الشعب الإيراني وحبا في شعب إيران، وافقت الدول 27 بتاعته الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع التظاهرات اللي أشعلتها وفاة مهسا أميني. عمركم شفتوا قلب حنين أكتر من كده؟ ما تقوليش يا عم أحمد يا عبد الهادي أنت عمال بتنتقد أوروبا والكلام ده كله، أوروبا محترم، ده ناس محترمة جدا يا حاج، ده قرروا يعاقبوا أساسا القيادات الإيرانية اللي قمعت المظاهرات إياها. طبعا حدث ذلك في نفس التوقيت اللي القضاء الإيراني بدأ يتصدى لكل مثيري الشغب، وبدأ يحول مجموعة كبيرة منهم طبعا لمحاكمات عاجلة. تعالوا حضراتكم شوفوا الست شاكيرة، شاكيرة شاكيرة شاكيرة، قلبي مع عائلة مهسا أميني والنساء الإيرانيات. يا ريتني أنا كنت جزء من الشعب الإيراني عشان شاكيرة بس كده أصعب عليها ولا حاجة. شفتوا حضراتكم شاكيرة بقى على تويتر عاملة إيه؟ جايبة صورة مهسا أميني والمتظاهرين، قلبي معهم يا جماعة والله. علي خامنئي: الاحتجاجات متفرقة وتدبير أخرق من العدو ضد التطورات العظيمة في إيران. اتفاق في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين عن القمع في إيران. طب انتوا عايزين أكتر من كده يا جماعة؟ ناس حريصة على حرية الرأي والتعبير. بعض الناس بتزعل مننا وتقول انت موالي للنظام الإيراني، هي ليست موالاة يا جماعة. احنا نتمنى اي شعب يعمل تظاهرات ضد النظام بتاعه طالما ان التظاهرات نابعة من الداخل تعظيم سلام. احنا مع ثورات الشعوب ضد الظلم، ضد الفساد، ضد الدكتاتورية، ضد اي حاجة عوجة، نحن معها. لكن في ذات الوقت لن نتردد في كشف الستار عن اي مؤامرات تحاك ضد الدول. يعني بمعنى في مظاهرات للشعب الإيراني عاوز يصلح وضعه تعظيم سلام، ما نقدرش ان احنا نتكلم. لكن في ذات الوقت مش عشان اتغزل في جمالك كشعب وانا ادعمك كثورة مكشفش الستار عن اليد والقوى الخفية اللي بتلعب في الداخل الإيراني. انت زعلان؟ اخبط دماغك في اقرب حتة لمؤاخذة، لأن في يد أمريكية ويد غربية ويد أوروبية أساسا في قلب مظاهرات إيران. أيوة جزء من هذه المظاهرات تعبيرا عن إرادة شعبية متفل وعشرة وتعظيم سلام. ها أنا زا أنحني احتراما وتقديرا لهذه المظاهرات، بس شريطة أن كن أن سيادتك تعتدى على المنشآت العامة يبقى أنت مش مظاهرات لله وللوطن.
ده سيادتك مأجور ممول، ولذلك ها نحن ذا قد كشفنا الستار عن هذه المؤامرة، جزء منها بريء وثلاث ارباعها ممول، جزء منها لله وللوطن، لكن الجزء الأكبر بيدفع الجزء البريء لتدمير مكتسبات إيران والقوة النووية بتعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ما فشلت في إن هي تجبر إيران على توقيع اتفاق نووي. إيران قالت لأمريكا هتخلينا نوقع اتفاقية لحظر انتشار السلاح النووي، أنا ما عنديش مانع، بس توقعي قبلي وتديني ضمانات إنك أنت مش هتنسحب من هذه الاتفاقية. أمريكا قالت إيه ده؟ أنت حط إيران نقرك من نقري؟ لا، حدث ما حدث، التظاهرات ولعت والدنيا ولعت والأمم المتحدة تحركت وانتفاضة كبيرة جدا تضامنا مع شعب إيران. يا راجل يا طيب، طب ما أنت عندك دول عديدة زي أثيوبيا، أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي اللي دمر إقليم كامل وأباد وارتكب جرائم عنصرية وتطرف وإبادة جماعية واغتصاب آلاف النساء، ما تحركتش ليه حالتها أساسا في مواجهة كل ذلك الذي حدث أساسا في قلب أثيوبيا؟ ليلة مؤاخذة، لا سعادتك، لأن أثيوبيا دلوقتي بتنفذ المخطط بتاعهم على أفضل ما يكون، أما إيران واقفة زي اللقمة في الزور، حان الوقت إن إحنا نفتتها من الداخل، وبالتالي ها هم قد بدأوا. زعلان سيادتك إن إحنا بنكشف الستار عن كل ذلك؟ اخبط دماغك في أقرب حيطة. أراكم على خير.